بسرعة كده بالعناوين. أزمة مفاجأة تعرض لها كابتن محمود الخطيب، عقد كريم نجد وسعد سمير وعودتهم للنادي الأهلي، زيادة عدد التذاكر مباراة الأهلي والهلال، وأزمة تمرين نادي الهلال. الكابتن خطيب من يومين كده شعر بضيق نفس، ده أثر إصابته بدور برد شديد اللي كان خده وهو في المغرب في كأس العالم للأندية. فطبعا عارفين دور البرد لو ما خدتش راحتك كويس أوي من الراحة ومن النوم بيطول معاك شوية، وده اللي حصل. خلى الكابتن خطيب بكمل ان هو ما بيريحش كتير ودايما بيروح هنا وبيروح هنا وشغل باله بالنادي الاهلي دايما، فده خلى الموضوع طول معاه شويه، لكن هو الحمد لله في بيته ساعات بيحتاج بس كده لتنفس صناعي بسيط، لكن هو الحمد لله حالته مستقره ومفيش اي قلق، يعني الحمد لله ربنا يشفيه ويعافيه. نخش بعد كده على سعد سمير وكريم نيدفيد. الاثنين بتنتهي اعارتهم لنادي فيوتشر اخر الموسم ده، ولحد دلوقتي نادي فيوتشر ما فتحش مع النادي الاهلي اي خط من ناحيه شراء الاثنين لعيبه دول. طبعا كلنا عارفين ان عمر كمال عبد الواحد وكان في محمد رضا بوبو، النادي الاهلي كان عايز الاثنين لعيبه دول ونادي فيوتشر رفض، وكان في تصريحات خارجه ان النادي الاهلي احتمال يوقف تعامل مع نادي فيوتشر خالص. فهو لحد دلوقتي ان كريم نيدفيد وسعد سمير هما من اخر الموسم من حق النادي الاهلي، فنادي فيوتشر هيفعل ويطلب الاثنين لعيبه ويشتريهم، ولا هيحصل مثلا تبادل مع عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو ولا لا؟ انما لحد دلوقتي الاخبار اللي خارجه ان هم اخر الموسم هيرجعوا النادي الاهلي تاني. ندخل بعد كده على زياده عدد التذاكر مباراه الاهلي والهلال السوداني. نادي الهلال طلب وده حقه 5% من سعه الحضور الجماهيري لو هيحضر المباراه، وبما ان 50,000 اللي هيحضروا المباراه فهو بقى حقه 2500 تذكره. اللي سامعينه ان هيجاري طبع التذاكر دي وهيتوزعوا على الجانب السوداني على جماهير نادي الهلال. ندخل على اخر حاجه بقى وهي ازمه تمرين نادي الهلال السوداني. نادي الهلال السوداني برضو يعني المباراه دي الواحد نفسه يغمض عينه ويفتح لها، المباراه دي خلصت بسبب التصريحات الكتير كتير كتير. انا مش عارف دي، ولك ان تتخيل معايا لو دي نهائي البطوله، يعني دي لو نهائي البطوله كانوا عملوا ايه؟ تصريحات كل شويه وكل شويه كلام وكل شويه محسنا نهايه العالم المباراه. انا من وجهه نظري ان شاء الله بامر الله المباراه دي النادي الاهلي هيكسبها بسبب فضل اداره نادي الهلال وجماهيره. انتم وديتوا لعيبتكم في حته تانية خالص. انا لا اعتقد ان اللعيبه دي اخر حاجه بيفكروا فيها المباراه، هم مركزين مع الكلام اللي بيتقال. خصوصا انت المفروض تدعم وتساند بعد اظهر الطاهر بعد ضربه الجزاء اللي ضاعت. لا ده انا متاكد ومتوقع اللعيب ده هيخش في مشاكل كبيره قوي مع جماهيرنا دي لو النادي الهلال خرج، لان المفروض انت تدعم وتساند، لا انت بتوتر وبتحط ايدك على اللعيبه اكتر. فده هيبان انا متوقع ان بعد نهايه المباراه ان شاء الله بفوز النادي الاهلي دي مش تبقى نهايه الازمه، دي هتبقى بدايه مرحله تانية من الاحتجاج واعتراض من نادي الهلال السوداني اللي شايف ان هو اللي بيطلع نفسه من اجواء المباراه هو بايده. اخر ازمه عشان نرجع لكلامنا بسرعه، طالبين يتبرعوا استاد القاهره، ويوم ليله المباراه هيكون عليها مباراه نادي الهلال النادي الزمالك ونادي المريخ السوداني اخو نادي الهلال السوداني. التقارير بتقول واللوائح بتقول ان الاتحاد الافريقي قدام المباراه ملعب المباراه هتقام عليه المباراه قبليها بيوم في ظروف تانية او في مباراه عليها او ارضيه الملعب ما تسمحش يتلغي فكره ان الفريق الضيف يتمرن على الملعب ده. وفي لوائح بتقول ان في حاله الملعب نجيل طبيعي ليك تمرينه واحده، نجيل صناعي تمرينتين. فهو استاد القاهره نجيل طبيعي. فدلوقتي في البند بيقول ان في حاله وجود ظروف للملعب المباراه بيتلغي بند فكره ان الفريق الضيف يتمرن على ملعب المباراه. طبعا هم عارفين لوائح بس برضه لازم حته ايه الشغل اللي دايما بيعملوه التصاريح الكتير دي. بس كده ده اللي كان عندنا النهارده، وان شاء الله كده خلاص فاضل اخر حاجه عوده محترفين النادي الاهلي بيرستا وديانج وعلي معلول هيوصلوا يوم الخميس. النادي الاهلي عمل مجهودات عشان يوصلوا بدري عن كده، بس الحمد لله المجهودات تمت بنجاح لان كان هيوصلوا يوم الجمعه، فجم الجمعه والمباراه السبت ازاي، فالحمد لله بالكتير الخميس هيكونوا موجودين ويحضروا التمرين الاخيره مع اللعيبه يوم الجمعه.
ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تنتهي المباراه بصعود النادي الاهلي. ده اللي كان عندنا الاخبار النهارده، ولو في جديد هنوريكم برضو بالاخبار. السلام عليكم.